تعد غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية مركزا حيويا في الجهود المبذولة لحفظ الأمن والسلامة العامة من خلال تلقيها للبلاغات ومن ثم اتخاذ اللازم للتعامل معها. تقوم غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية بدور أمني حيوي أكثر ارتباطا بالمواطنين والمقيمين، حيث تتلقى بلاغاتهم وشكاويهم على مدار الساعة وفي الوقت ذاته تعمل على معالجتها من خلال التواصل العاجل مع الجهات المعنية. فور استلام البلاغ من قبل الموظف في مركز تلقي البلاغات 3 ساعات يقوم بتدوين اسم المبلغ ورقم المبلغ بشكل أولي، ثم التأكد من العنوان إذا توافر أو أبرز علامة أرضية بتكون قريبة من الموقع على أساس يتأكد من سرعة إرسال الدوريات الأمنية حق الشخص في أقرب وقت، كما يتم التأكد كذلك من نظام الـ AVL ليبين لنا أقرب دورية بتكون قريبة لموقع الحدث حيث يتم إرسالها توصل في أسرع وقت للتأكد من البلاغ نفسه. تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بلاغات كثيرة وفي مجالات متنوعة، سواء كانت هاتفية عن طريق 999 أو لاسلكية عبر أجهزة الاتصال المرتبطة بالمديريات والإدارات والدوريات الأمنية. طبعا تتم متابعة البلاغات من بداية استلامها من قبل مركز تلقي البلاغات 3 ساعات لحين استكمال كافة إجراءات البلاغ نفسه أو القضية إذا صارت قضية، بالإضافة إلى الضابط المناوب اللي بيكون موجود في غرفة العمليات الرئيسية في حينه. طبعا تم تدريب موظفين مركز البلاغات بغرفة العمليات الرئيسية بالتحدث بلغات أجنبية بالإضافة للغات العربية، وهي هي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الهندية اللي هي الأردو. ويتم التعامل مع جميع البلاغات الواردة بمهنية عالية. كنت نازل أنا مع واحد من الأصحاب، يعني نزلنا الله يسلمك اللي هو بحر، وإحنا ماشيين في البحر صار لنا تعطل في الجيتسكي. أوكي تعطلنا، حاولنا إن إحنا نعالج الخلل اللي في الجيتسكي، للأسف من بعد يتعالج معنا، فإن قررنا في لحظتها إن إحنا نتصل حق اللي هو 999. اتصلنا لهم، إحنا أنا الشخص اللي هو محمد أحمد عندي خلل في عطل في الجيتسكي واحنا موجودين في عرض البحر، فانا كلمناهم قالوا لنا احنا عندنا خلفيه عن موضوعكم وراح نباشركم وراح ان شاء الله خلال 5 دقائق إلى 10 دقائق راح يكون عندكم ان شاء الله خفر السواحل لانقاذكم ان شاء الله. وهكذا تمثل غرفه العمليات الرئيسيه 999 واحده من ابرز جهات وزاره الداخليه التي تطبق مفهوم الشراكه المجتمعيه فكرا وعملا ضمن منظومة متكاملة في الأداء، هدفها النهائي أمن الوطن وسلامة جميع أبنائه.